السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعات قناة وصفة زهرة الوردية، كديرة الغالية على قلبي، كل شيء هواد، كل شيء مزيان. أتمنى يا ربي تكونوا في أتم الصحة والعافية، ولقاكم يا ربي هذا الفيديو ناشطين ضاحكين يا ربي. أول حاجة غنخلي لكم واحد القناة في صندوق الوصف ولا في الأول التعليق اللي كتضرب الكارطة وفيها وصفات حصرية. ما دايرين شي البنات، سيروا اشتركوا، والله ما تندموا. راه واعرة بزاف، وقولوا لي جيتو من الطرف ديالي. وكدير قراءة خاصة الكاروت ولا الطالع ديالكم، وشوف لكم الفال ديالكم شنو مخبي لكم الزمان، ونبداو على بركة الله. المهم انا اي فيديو كنديرو بناء على طلب ديال الدريات في التعليقات. انا راك الحمد لله كنقرا التعليق ديالكم كامل، كنجاوبكم وحده بوحده، والحمد لله التعاليق 90% ديالها ايجابيه، وكاين اللي تجرب الوصفه وكتصدق معاه، وكنفرح بزاف. وراه غندير لكم شي نهار شي فيديو بالدليل انني نوريكم كامل دوك التعاليق اللي كيشكروا الوصفه، والرسائل اللي كتجيني دائما على الخاص اللي كيقولوا لي شكرا ورضيه على الوصفه. خليني من دوك الناس اللي بداو عليك في الهضره، لا ديري هكا، لا ديري هكا. الحمد لله رانا عارفه شكون اللي مصيفطكم. شحال وحده كتشوف القناه ديالي فيها الوصفات ناجحين وكتقول لك لا، وكتبغي تطيح في القناه وكتصيفط صحاباتها وكيبداو يسبوا، ولكن ماشي مشكل، الشكوى لله سبحانه وتعالى. انا كاينه بكم ولا بلا بكم، انا مع المتابعات ديالي غنبقى معاهم هنايا حتى يحن الحنان. والحمد لله انا الوحيده في اليوتيوب اللي كنجاوبكم وكنعطيكم وقت، والله العظيم ربي اللي شاهد عليا. وسمحوا لي البنات الا ما جاوبتكمش بكري ولا شحال ولا تعطلت عليكم، راه الله يحسن العوان، راه كثرت الرسائل والله يحسن العوان ديال كل واحد. الوصفه ديال اليوم البنات وصفه خطيره، ديال انك تزعزعي البوه الراس وما تخليه لا ينعس يبقى تخمم فيك. ديريها لراجلك، ديريها لحبيبك، ديريها لخطيبك، ديريها لصاحبك اللي ما بغاش يجي يخطبك، ديريها ليه. راه واعره بزاف البنات، شي بنت مصاحبه مع شي واحد مجرجرها 7 سنين ولا 10 سنين وما بغاش يجي يتزوج بها، عمليها ليه. راه خدامه واعره بزاف، وراه كتحتاجي فيها التصويره. البنات اللي غايقولوا لي حنا ما عندناش التصويره، شنو هو البديل؟ ما كاين حتى بديل. راه البنات الله يهديكم، واش دابا انت كتقول لي شي وحده انا ما عندناش التصويره حبيبي وانا ضاربه معاه 10 سنين؟ اويلي دابا الفيسبوك راه فيه التصاور، الواتساب فيه تصاور، راه واخا تكون غير فوتوكوبي تخدمي بها، راه واعره بزاف هاد الوصفه ما تعكزوش شي عليها. كنحتاجو فيها التصويره، راه صاحبك الا ما عندكش شي تصويره هذاك راه ما تلاش لحبيبك لا والو، هذاك غير سيري ضربي به شي حيط وصافي، هادشي اللي كاين. وكنحتاجو الفلفل الاسود، ها هو، ولا الابزار، وراه باقي الابزار، هاد الابزار حار راه تشمي ريحتو من راس الدرب. وكنحتاجو الفلفله، الفلفله الحلوه، هذه الفلفل يعني الحلوه هايا. وكنحتاجو مقص، وكنحتاجو ستيلو غنخدمو به الوصفه ديالنا. وكذلك البنات الريحه ديالك، الريحه البارفان ديالك انت اللي كديري دائما هو اللي غتخدمي به البنات هذه الوصفه، راه ساهل وبسيط وما تعكزوش شي عليها. بسم الله على بركه الله. كناخذ البنات ديك التصويره بحال هكا، كنديرو مورا التصويره النجمه السداسيه، بحال هكا كديري في الوسط فلانه ابنه فلان، سميتك وسميت امك هنا. كديري هنا تهيج محبه، تهيج محبه، هنا كديري شوفوا هنا مزيان، محبه محبه، تهيج محبه، تهيج محبه، وكديري في هادو محبه محبه، يعني راه باينه واضحه، تهيج محبه، تهيج محبه، وفي هاد الجوج محبه محبه، وكدير سميتك وسميت امك. وكتجي لهنايا كديري تهيج تهيج محبه محبه بحال هكا، وكديري عاد كتجي لهنايا وكديري هكا، كديري حبيبك وسميتو سميت امو، مثلا محمد ابن سعيده، ما عرفتيش سميت امو كديري، فهمتي كديري ابن حواء، ما عندكش شي مشكل. سمعوني البنات عفاكم مزيان، وكنهزو ديك الفلفله بحال هكا وكنحيدو لها الراس بحال هكا، يعني راه الوصفه البنات ما تعكزوش عليها، راه ساهله، واهم حاجه النيه. هاد الوصفه ما كتخدمش السبت ولا الاربعاء، كتخدموها في جميع الايام من غير السبت ولا الاربعاء.
شوف البنات كنهزو ليك الفلفله كنقيوها مزيان من الداخل بحال هكا. شوفوا البنات مزيان كنقولوا بسم الله وكنرشوا فيها كنرشوها مزيان بالريحه ديالنا. راه وصفه سهله. ودعكزوش عليها البنات راه واعره بزاف، خصوصا واحد البنت دائما مصدعاني في التعليقات وتقول لي عافاك ورديه شي وصفه اللي عندي انا صاحبي ما تيبغيش يجي يخطبني قضى منه غراضي وما بغاش يجي. كوني مره وقاده وجربي لي هذه الوصفه. ترشوها مزيان بالريحه باش هاد السيد بيتهنى تيشم ريحتك تتكوني حداه. شوفوا البنات وكنديروا داك الفلفل الاسود كنعمروها مزيان. الا لاحظتوا هاد الوصفه كثرنا فيها الفلفل الاسود ها حيتاش راه واعره بزاف حيتاش راه خطيره في التهيج كيف ما قلت لكم. شوفوا مزيان وكنديروا وسط هذيك التصويره كنديروا وسط هاد التصويره وكنسدوها بحال هكا وكنديروها فوق العافيه تحرق يعني ولا كنشعلوا شي مجمر يعني شاعل مزيان ونخلوها تحرق 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 حتى ما يبقى فيها حتى حاجه. يعني ديروها في شي مجمر يعني ديروا شو شي كانون عامر بالفاخر يعني هو الفحم وتشعلوه وتبخروا بها يعني تخلوها تتحرق مزيان. وملي تحرق البنات مزيان هذا الشيء داك الرماد ما تحط ما يبقاش عندكم ما يباتش عندكم في الدار. نقولها لكم الرماد ما خصوش يبات عندكم في الدار خصكم تدوه لشي بلاصه خضراء شي بلاصه مورده يعني شي بحال دابا شي حديقه ولا شي غابه ولا شي المهم ولا شي حبقي محبقي اللي عندك في الزنقه خدمي لوحي فيه هذا الرماد راه واعره بزاف وجربوها نتمنى تنجح معاكم وراه سالو بسيطه ما تعكزوش شي عليها. اللي عندها شي صحيه ما بغاش شي يجي للدار خدمي لي هذه الوصفه راه واعره في التهيج والمحب يعني. والبنات اللي كيقولوا لي كدلك كطول في الفيديوهات انا راه انا بركه عليا شتي تفرجوا فيا غير سبعه الناس وكيبغوني وكملوا الفيديو الله يجعل البركه. انا نقول لكم واحد الحاجه وردوا معايا البال انا الفيديو ماشي كنطولوا لله بسبب الله انما كنعطيكم فيه نصائح اللي ما تلقاوهم حتى شي بلاصه. اقسم بالله العلي العظيم اللي كنعتبركم بناتي وخواتاتي والله العلي العظيم ربي اللي شاهد عليا خدموا الوصفات وما تعكزوش شي عليهم والله ييسر لكم يا ربي فيما حطيتوا رجلكم بغيتكم انا تلقاو غير الخير والربح والتيسير. وحداد البنات ما بقاش ديروا شي الثقه الزايده وحوايجكم جمعوهم راه اخطر انواع السحر كيتداروا في الملابس يعني راه صاحبتك وكل شيء ولكن بنادم دائما يدير يعني ما يديرش الثقه. راه الثقه دابا ما بقاتش كاينه يعني خوتك ما بقاتش فيهم الثقه راسك وما كتثقيش فيه هادشي شي بعض ما كديري شي حاجه وانت كتندمي عليها كتقولي ويلي انا شداني ندير هاد الحاجه يعني الثقه كاع مقدمه انت في راسك خليه في بنادم اخر. والله العظيم ملي كيجيو عندي بنات وكنلقاهم يعني كتلقاي شكون اللي ساحر ليهم شي صاحبتهم قريبه ليها وحنا ما كنبغوش حنا يعني مامورين ما نقولوش شكون اللي سحر ليك حيتاش الله يحسن العوان ما كنبغوش نجبدوا الصداعات والمشاكل يعني ممنوع علينا نقولوا شكون اللي سحر ليك واخا نشوفوا شكون هذا الشخص ما يمكنش لنا شي نقولوا. والله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم معكم اختكم ورديه وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وانا راه هنايا راه اشارتكم اللي خصها شي وصفه اللي خصها شي مساعده الله على الراس والعين والله العظيم على الراس والعين رغم ان ما كنلقاوش الوقت حتى راسنا غدار المشاغل الحياه تاع الخدمه اللي كتخدمي الناس ها اليوتيوب الله يحسن العوان خصك تجاوبي الناس هنا وتجاوبي الناس هنايا وديري لكل واحد خاطره. واحد السيده في التعليقات قالت لي انا كنت كنبغيك ولكن ملي ما جاوبتينيش ما بقيتش كنحملك اختي اللي بغيني يبغيني لله سبحانه وتعالى ما جاوبتك يعني خصك الله يحسن العوان راه بنادم راه ما شنقول لكم راه بنادم ما مساليش ولكن انا اختي واخا ما تكرهيني انا راه نبغيك في الله بسبب الله ونبغيك اختي في الله يعني بلا ما نقدر ليك غلط تبغي ما نقدر ليك غلط تولي تكرهيه الله يهدي مخلوق وصافي وهذا الشيء اللي كاين الله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم يا ربي.